تستمر جهود مديرية أمن جدابية في تطبيق قرار حظر التجوال بالمدينة مع بداية الساعة 3 مساء حتى الساعة 7 صباحا، وذلك بتعليمات مدير أمن جدابية العقيد يونس الشكري، خاصة وأن مدينة جدابية تشهد ارتفاعا في عدد الإصابات والوفيات في هذه الأيام. تسكير المحلات من الساعة الفتح نتاعها من الساعة 7 لغاية الساعة 3، ونبدأ دوريات من الساعة 3 لغاية الساعة 8 بعد صلاة المغرب، ندخلوا لنجدة وبعدها تريحوا شوية، وبعدها نطلعوا الساعة 9 لغاية الساعة 12 ونص الواحد، ونحن أي محل نلقوه فاتح بعد الساعة 3 ينجاب حناخذوا عليه تعهد. أول تعهد الجناه نجي نطلقوه، الثاني تعهد نحول الإجراءات تبع مركز المدينة الجدابية. هذا فيما تعقد العديد من الاجتماعات المتواصلة مع جهات الاختصاص من أجل بحث العديد من المشاكل التي تواجه اللجان، سواء من نقص في الكوادر الطبية أو اسطوانة الأكسجين أو زيادة سعة المستشفيات السريرية والتي امتلأت تماما في الأيام الماضية. لأن الوضع الوبائي وضع يعني حساس ودقيق في مدينة جدابية، اللي احنا اليوم عندنا يعني بهذا اليوم عندنا 15 يعني روح بريئة ونحسبهم شهداء، المطعون والمبطون، وتتعرفوا أنهم شهداء. نتمنى أن الجميع يعي هذه المسألة، يعي خطورة التجمعات وخصوصا في المآتم، نبتعد عنها في هذه المحنة حتى نتجاوز مدى الخطورة ونسيطر على الوضع. اتفقنا على حل مشاكل أخرى لا علاقة بالمستشفى الميداني، اتفقنا على أن يكون هناك فرق جديدة وبديلة، وكلفنا بذلك يعني مجموعة من اللجان لحل هذا الموضوع. المراقبات الصحية لكل البلديات تجتمع وتعطينا القوائم ليكون فريق رديف عن الفريق اللي هو موجود الآن في العزل الطبي الصحي. الوضع يحتاج لتكاثف كل الجهود وللتفهم لمدى خطورة هذا المرض الخطير الفتاك. كما دعا مدير أمن جدابية خلال الاجتماع أصحاب الصيدليات بضرورة توفير الكمامات والقفازات بأسعار تناسب المواطن لكي يتمكن من اقتنائها. جماعة العيادات كانوا عندهم جزء استقبال الحالات والتعاون مع اللجنة، وبالنسبة للجزء اللي خصنا نحن اللي هن نحن نحاول نوعي المواطن بقدر الإمكان بلباس الكمامة وأهميتها بالإضافة للجلافز. برضو صار تعهد من معظم الصيدليات، بل نقول لك كلها، انهم يحاولوا في المجال الكورونا هذا بالذات ككمامات وكجوانتيات جلوفز انهم ينباعوا بقدر الامكان بحاجه شبه سعر تكلفه، بيجي يساعدوا بها المواطن وتشجيع للمواطن انه يرتدي الكمامه وبيش يخف الوباء ان شاء الله. انتشار وباء كورونا في مدينة جدابية وجميع المدن الليبية أصبح واقعا لا مفر منه، والوقاية والالتزام بالنصائح الإرشادية هو الحل الوحيد للحفاظ على أرواحنا. لقناة ليبيا الحدث، أحمد جمعة.